في خطوة غير متوقعة، قررت شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن مقايضة موظفيها بإنتاجها من مادة السمنت مع تأخر صرف الرواتب، فيما أمر وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز بإلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية الذي يتضمن توزيع السمنت على الموظفين بسبب تأخر الرواتب، موجها بإجراء تحقيق فوري. وأضاف أن هذا التصرف اجتهاد شخصي وغير مدروس من إدارة الشركة دون الرجوع إلى مركز الوزارة، وأمر الخباز بتشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق الفوري بهذه القضية وكشف ملابسات إصدار الكتاب واتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين والمقصرين.